مهمة جدا بالنسبة لنا. الأهرام الصفحة الأولى: جهاز المحاسبات يكشف مصير أموال التأمينات خلال أيام. أموال التأمينات دي حيرانين فيها بقالنا ده موضوع كبير جدا. لا أصل أنت بتتكلمي في إيه يا مايا؟ بتتكلمي في مبلغ وقدره 436 مليار جنيه. 4.36 مليار جنيه، احنا مش بنتكلم في ملايين. طبعا اللي اكده المصدر المسؤول انه هذه الاموال هي مسؤوليه الدوله، وان الدوله لن تتنازل عن مسؤوليتها، ولكن هناك بحث واستقصاء في الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم دوت بشكل معلن او يعني مباشر الى الجمهور من خلال يعني نقول ايه اعلان وبيان يحدد اين هذه المبالغ. المبالغ دي تردد عنها كلام كتير وشائعات كتيره. احنا في النهايه اللي يهمنا ما حدث ما حدث، لكن يهمني انه الدوله بتعلن مسؤوليتها الكامله عن هذه الاموال، وانه لن يضار مواطن إذا تم العبث بهذه الأموال بشكل أو بآخر. ده اللي يهمني من الخبر. في كلام مش هنقول صادق أو كاذب، لكن في 100 علامة استفهام على الجهاز المركزي للمحاسبات وجودة المالت وعندنا رقبيون ضد الفساد، والخبر بيقول لنا أنه لو أي حد يعرف أي حاجة وعنده وثيقة أو ورقة أو يتقدم بها للنائب العام. ولو أني عندي سؤال صغير جدا، يعني 416 مليار دول تاهوا يعني؟ لا موجودين، اللي عنده ورقة وعنده لا هم بيقولك أنه مستثمرة في بنك الاستثمار القومي لتمويل خطة التنمية للدولة ومبالغ أخرى عبارة عن استثمارات في شركات ومشروعات ناجحة. بالفعل هم موجودين، ما عندناش فكرة كاملة موجودين بأي شكل وبأي صيغة، لأنه طبعا إحنا بتنقصنا الشفافية بقالنا 30-60 سنة. الحقيقة أنا فكرة الورق اللي تقدم ده رقابيون ضد الفساد عندهم أوراق نقول إيه بالكوم، نرجو أن يعني يتم النظر إليهم، وأعتقد أنهم تقدموا بلاغات للنائب العام ولم يتم تحريكها بشكل جيد حتى الآن، لدرجة أنه جودة المالت تنتهي مدته للجهاز المركزي النهاردة، وحتى الآن لم يطرح اسم جديد. المصري اليوم: أحداث ساخنة في قضية موقعة الجمل، اشتباكات بين الأمن والإعلاميين خارج المحكمة، مواجهة بين فتحي سرور وشاهد إثبات. موقعة الجمل ذكريات 2 فبراير اللي عشناها في ميدان التحرير ما زالت أصدقها موجودة في المحاكم. كان بالأمس كان في شهادة لصحفي زميل من الشروق تمت مواجهة بينه وبين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق. الحقيقة الكلام لسه فيه أخذ ورد، في ناس بينفوا في ناس بيأكدوا، لكن كل اللي احنا متأكدين منه أنه موقعة الجمل تمت وبمساندة ومباركة رجال الحزب الوطني المنحل، وكان من منهم أسماء كتيرة تم الدفع بيها إلى المحكمة، منهم على رأسهم فتحي سرور، صفوت الشريف، عيش عبد الهادي، في شهود إثبات ونفي، لكن في الحقيقة أنه بشكل أو بآخر هم شاركوا إن لم يكن بالمشاركة الفعلية فعلى الأقل بالتجاهل والصمت تجاه ما حدث في ميدان التحرير. ووفاة شهداء انضموا إلى صحيح. قافلة من 800 شهيد فقدتهم مصر خلال فترة يناير فبراير. أنت شاهد إثبات في قضية من في عيش عبد الهادي، لأنه كان حصل بيني خناقة وبينها في بهو جريدة الأهرام. والحقيقة يعني أنا قلت شهادتي قدام النائب العام هي شهادة لله والوطن، بغض النظر عن أنها غلطت فيها شخصيا باعتباري أنه أشكالي دخلوا الأهرام، فأنا قلت لها يا سيادة الوزيرة أشكالي بيعملوا دكتوراه. ده من قد إيه تقريبا؟ ده 2 فبراير أنا نازلة راح على ميدان التحرير، لأنه بلغني الشباب أنه الحقيقة في ناس جاية بطوب وسنج وحاجات كده، فجاية نازلة ما قدرتش أخرج من المظاهرة اللي سدنا ميدان الجلاء. سيادة الوزيرة وهي بتقول شهادتها قدام النائب العام والتي أقسمت فيها على قول الحق بتقول ده كان 60-70 شخص، 60-70 شخص، وأنا لم أستطع عدد الفعل، وأنا لم أستطع تخيل 60-70 شخص ولم أستطع الخروج من جريدة الأهرام، فلكي أن تتخيلي شارع الجلاء مليان بمظاهرة. فأنا بس يعني مش فاهمة 60-70 شخص هل ده رقم هي بالفعل بتقول وهي أقسمت أن تقول الحقيقة، ولا أنا كان بيتهيألي أنه شارع الجلاء كان مليان بناس حاملين لافتات عمال اتحاد مصر ومنصف بس رئيس السابق. بس بتقولي في كل العدد ده موجود، يبقى أكيد كان في شهود إثبات كتير جدا موجودين من الناحية التانية. أنت أدليتي بشهادتك في مشكلة حقيقة طلب منهم ولا لا؟ أنا كنت كتبت عمود في 9 فبراير في الأهرام، وكان تم تأجيله عدة مرات، كان بلاغ أو يعني صيغة خطاب مقدمة إلى رئيس الوزراء وقتها اللي هو أحمد شفيق، وقلت فيها أنا أعلم أحدهما، لأنه كان طلع على القنوات بيقول إحنا ما نعرفش مين اللي عمل ده وده حماسة شباب بشكل ساخر، قال في جملته الشهيرة هنبقى نبعت لهم بومبوني. الحقيقة أنا كتبته يعني انطلاقا من معرفتي إن أنا أعرف أحدهما، وكان أحدهما كانوا 2 يعني مش أحدهم بس، عيش عبد الهادي وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر. الحقيقة كتبت دوت وقلت أسماء الشهود، فكانت شهادة موثقة. الآخرين بيروحوا يقولوا إيه والله إحنا شفنا عيش عبد الهادي،
احنا سمعنا ان هي ادت فلوس، احنا سمعنا ان هم حرضوا، يعني كانت الشهادات اللي كما قيل لي شهادات نقول ايه خفيفه، شهادتي كانت موجوده انه في عندي شهود وده في جاره الاهرام وفي صور موجوده وصور ليها وهي في المظاهره وصور ليها وهي داخل المبنى يعني ولقطات فيديو قصيره ليها، فكان في نوع من التوثيق للشهاده فتم الاخذ بيها، بس انا مش الشاهد الرئيسي، هو في شهود كتير لكن كنت احد لحسن الحظ او لسوء الحظ معرفش كان ده موجود بشكل موثق عندي بشكل كبير بمقال بعمود في الاهرام وصور وفيديوهات. الأهرام الصفحة الأولى عودة مظاهرات المعلمين أمام مجلس الوزراء مرة تانية. هو طبعا مئات المعلمين قاموا بوفاة أخرى استكمالا لما بدأوه من المطالبة بحقوقهم والرغبة في التخلص من وزير التعليم جمال الدين باعتباره أحد وجوه ورموز لجنة السياسات، وفي هذا يعني هم في الحالة دي عندهم حق يعني. وإن كنت أنا يعني لا أعلق على دوره ولا نقول إيه ولا تورطه، لكن الحقيقة هم خارجين بدوت بيطالبوا لهم حقوق، بيقولوا إن هم هيعلقوا أي إضراب حتى 31 ديسمبر اللي هو الإعلان عن الحد الأدنى للأجور. أعتقد إن هم عندهم مطالب كتيرة جدا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار إنه في نقابة المهن التعليمية أصبحت في يد كما أعلم الإخوان المسلمين، في تضارب مصالح، في نقول إيه حوارات مفاوضات، في النهاية المعلم هو من يتضرر وفي النهاية التلميذ هو الأكثر تضررا. نأمل أن تنتهي المسألة على خير لحل لهذه المشكلة. سريعا الأخبار الصفحة 12، طارق الزومر في حوار مع الأخبار: اغتيال السادات كان عملا عشوائيا وهدفنا كان إشعال الثورة وليس قتل الرئيس. ودي جملة غريبة جدا وجديدة طبعا. وأول مرة نسمعها ومش فاهمة يعني إيه ممكن يبقى الاغتيال جه كده محض الصدفة. طارق الزمر طبعا يعني ما اعرفش، اعتقد ما فيش حد ما يعرفش ان هو شارك في اغتيال الرئيس السادات الشهيد انور السادات في 6 اكتوبر يوم النصر الكبير. الحقيقة هو يعني انا ما عجبني يعني مش عايز اعلق على ده لانه قد يعني ايه صيغة الخبر يعني تقصد. بصي هو واضح ان هو هدفنا كان اشعال الثورة، ما اعرفش اي ثورة كانوا يقصدوا وهل كان املهم في ثورة تشبه 25 يناير ولا لا، بس انا اهم حاجة عندي عارفة ايه يا مي؟ إيه؟ انهم اعتذروا للشعب المصري عن قيامهم باغتيال الرئيس. لاول مرة اشعر ان الجماعة الاسلامية ابتدت تلعب سياسة اللي احنا بنتكلم عليها بقى. هو قام بفعل في تلك الفترة طبعا صدرت فتوى بقتل الرئيس الظالم يعني باعتباره انور السادات، وهم كانوا راضيين جدا او اقاموا بهذا الفعل وهم بكامل قوامهم العقلية، لكن بعد كل هذه السنوات نضجوا سياسيا الى حد ما وخرجوا بيقولوا احنا بنعتذر للشعب المصري عن هذا. وهذا ما امل ان اراه من وزارة الداخلية ومن الحكومة المصرية، ان تخرج على الاقل اذا لم نصل الى المتهمين اللي قتلوا 800 شهيد. اتمنى ان هم يستفيدوا من الدرس الذي يعني تعلمه جيدا القادة في الجماعة الإسلامية ويخرجوا يعتذروا على الاقل عن قتل 800 شهيد. حتى الان نبحث عن من قتلهم على الرغم من وجود فيديوهات وصور، وعلى راسهم زميلنا احمد محمود الصحفي في جريدة التعاون الذي قام بتصوير قاتله بالفيديو بالموبايل وقتله على هذا الأساس. إذا كان في فيديو والراجل مقتول ومعروف مكانه في مجلس عند ميدالة زغلي، حتى الآن لا نعرف من قتله. على الأقل ياريت نتعلم من درس السياسة اللي بتقدمه لنا الجماعة الإسلامية على لسان طارق الزمر وشركاء في اغتيال الرئيس باعتذارهم عن هذا الفعل، وأنه الحكومة المصرية وزارة الداخلية تعتذر لنا عما قامت به تجاه مصريين. كل ما قاموا به انهم قالوا لا كفايه. ده امل، احنا كمان كلنا عندنا نفس الامل ده. صحفيه امال العويضه كاتبه صحفيه بجريده الاهرام، بشكرك نورتينا. شكرا ليك يا ماي، ونشوفك كل حد ان شاء الله. مشاهدينا استنوا معانا، لسه معانا فقرات كتير في نهارك سعيد، بس بعد الفاصل.